أهلا بكم من جديد. دشن بيت التمويل الكويتي ثاني أفرعه الإلكترونية التي تعمل بشكل آلي بالكامل على مدار الساعة من خلال مجموعة متطورة من الأجهزة التقنية ووسائل الخدمة الذاتية، وذلك في جمعية الجابرية التعاونية. ويعتبر الفرع بمثابة خطوة أولى ضمن خطة مستقبلية طموحة وضعها بيتك تحت عنوان الفروع الإلكترونية تجربة مصرفية سهلة. ويمتاز الفرع الإلكتروني الآلي بتنوع أجهزته وتوفير أحدث وسائل الخدمة المصرفية الإلكترونية المباشرة على مدار الساعة. اليوم احنا نفتتح فرعنا الجديد الإلكتروني اللي هو KFH Go في منطقة الجابرية. صراحة اليوم أزف الخبر الحلو هذا لأهالي المنطقة بالتعاون مع جمعية الجابرية التعاونية والأخوان من الجمعية. قمنا وبادرنا معاهم في تهيئة فرع إلكتروني اللي هو KFH Go متكامل. عندنا 6 أجهزة إلكترونية داخل الفرع هذا تخدم عملائنا. احنا عملياتنا المصرفية اللي نقوم فيها حق العملاء بالأفرع التقليدية تقريبا هني نقدر نطبق 80 إلى 85% من هالعمليات هذا في الفرع الإلكتروني، منها السحب بدون كرت بالكيو آر كود أو بالتليفون عن طريق التليفون أو عن طريق البطاقة المدنية، منها الإيداع بمبالغ كبيرة تقريبا 300 ورقة بكل عملية، منها جهاز XTM اللي هو التفاعل مع موظف في بيت التمويل مركزي في الكول سنتر يقدر يخدم العميل في كل عملياته، سواء كانت تمويل عمليات تمويل طلب تمويل أو كان إصدار شيكات أو كان أي عملية مصرفية ثانية حاب يسويها من تفعيل كروت أو غيره.